السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح كود لايك والاستفادة من كود لايك. كود لايك هو مساعد للمحرك البحثي. تعال نشوف الأول نعمل جدول، لازم يكون فيه طبعا جدول عشان يبقى فيه بيانات. الجدول دوت مثلا ممكن يعمله تكست، وجدول ممكن يعمله رقم. التكست الأولاني طبعا هنا ممكن عشان نسهل العملية نكتب مثلا هنا الاسم، وهنا مثلا المرتب او الرقم بتاعه. تمام، هنكتب شوية اسماء. ماشي، هنا مصطفى خليل احمد عبد التواب خالد شكري منير اسماعيل. هنحاول نعمل اسماء مكررة زي اسماعيل محمد عيل محمد خالد الثاني جاد الحق. تمام كده، احنا هنا بنعمل نضيف هنا شوية ارقام. كده اتسمى الجدول تيبل 1. كده عملنا الجدول تيبل 1. المطلوب بقى ان احنا نعمل فلترة من خلال لايك، فلتر من خلال لايك. احنا هنا هنعمل سوية على انشاء فورم بنفس الشكل الجدول. الفورم ده هيكون طبعا زي ما انت شايف كده، في بانر فوق وفي اسفل تحت الكورت، وفي اجزاء تقدر توصل للاسماء دي. طبعا هيتسمى بنفس، يعني احنا عشان ما نتلخبطش هنخليه مثلا فورم الاول. فورم واحد كده، الفورم الواحد ده هنعمل فورم رئيسي. الفورم الرئيسي هيبقى فورم اتنين، هنزق عليه فورم واحد. نزق عليه فورم واحد. هنحفظ فورم اتنين. اصبح كده الفورم واحد منضم عليه من داخل فورم اتنين. فورم هنغير المسمى ده ونخليه هنا الرئيسي، الفورم الرئيسي. هنا هنعمل محرك بحثي. ننزل عليه كده نكتب مارجن، نزلنا من جزء نكتب مارجن دوت، ونعمل هنا زر البحث. احنا هيئنا البرنامج ان هو يبحث، لكن لسه فعاليه البحث لسه غير موجوده عشان احنا ما دخلناش الاكواد. الاكواد يبقى ليه علاقه بالجزء اللي هيتكتب فيه وجزء الامر. الجزء اللي هيتكتب فيه وهنا جزء الامر. طيب ايه عامه البحث من غير لايك بيبقى اسهل بكتير جدا، وبتتعمل بخطوه واحده. بنخش هنا على الفورم واحد، وقبل ما نخش على المفهوم واحد لازم نتاكد نعرف اسم التكست بوكس ده ايه بالظبط. هنا هنقف هنا عليه، اعتقد تكست 1، تكست 1، تكست 1. يبقى احنا هنا هنخش على
نقطة السودا من المساعد، أو نخش من الفورم هنا أو من المساعد هنا، وهنخش على كنترول سورس. أقول لك أنت كده يعني هتدخل بيانات في المساعد فورم بصفة أساسية، وندوس يس ونضغط على الاثنين دبل كليك بحيث يحدد كله، ونقدر نسحب الجزء ده لتحت. نقدر نسحب الجزء ده لتحت. هنيجي هنا عند الاسم ونختار البيلدر اللي هنا، نبحث عن الفورم الرئيسي. ادي الفورم الرئيسي اهو، طالما هنا عامل لك علامة زائد يعني المساعد بتاعه، المساعد بتاعه. احنا طبعا مش هنخش عند المساعد لان التكست بوكس موجود في الرئيسي مباشرة. هنقف على كلمة الرئيسي وهنختار التكست. هو كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا كده انا هشوف الكلام اللي هيتكتب في الفورم الرئيسي في التكست 1، في الفورم رقم رئيسي او اسم رئيسي في التكست 1. انا هشوفه، بس مين اللي هيشوفه؟ هيشوفه. طب مش معنى انا حددت الاسم بس، ما حددتش رقم، ما حددتش ده، لان هشوف مكانه فين، هل في زيه في الاسم ولا لا، هل في زيه في الاسم ولا لا. وبناء عليه لو في زيه في الاسم طلعوا لي استخرجوه لي بره. تمام كده؟ يبقى بنحط الكود هنا، ما حطلوش هنا ولا هنا، علشان هنا رقم خلاص كلها ارقام كده كده مش هتلاقيه هنا. والاي دي ايضا رقم متحرك ملناش دعوه بيه، لكن هو هنا في قيمه الاسماء. وارد ان احمد يتكرر مرتين، خالد يجود اكتر من مره، فعشان كده بيقول لك شوفهم لي وورهم لي، شوفهم لي وورهم لي. كده احنا عملنا ضفنا الكود. ايه اللي هنلاحظ ايه بقى هنا؟ هنلاحظ ان لما نفتح الرئيسي بقت فاضيه. ليه فاضيه؟ قال لك احنا دورنا على الكتابه اللي كتبت هنا، شفنا مثلها ما لقيناش في الدك التاريخ فاضي. طب بص يا سيدي، اول حاجه نعملها ايه بقى؟ اول حاجه نعملها في مزرع البحث ده نعمل ريفريش على المساعد. اسم المساعد هنا احنا لازم نحدد الجزء دوت لحد ما يبقى برتقالي كده، ونعرف اسمه. هتلاقي هنا اسمه فورم واحد. هنيجي هنا عند الفورم واحد ونقف عند كلمة البحث، ونقول له هنا في الأوامر إن الضغط على، عند الضغط على البحث محرك البحث ده، ونقول له هنا هنستخدم بقى كود، هنستخدم كود بيلد مي. يعني مي ده يعني حاجة داخل النموذج، مي يعني حاجة داخل النموذج اسمه فورم واحد ده مساعد. دوت ريكويري هنعمل له تحديث مجرد ما ضغطنا على المحرك البحثي. هنعمل تحديث مجرد ما، لحد دلوقتي احنا ما استخدمناش لايك. هنا لو نفتكر ان احنا نشوف الاسماء اللي احنا كتبناها، لو احنا كتبنا خالد شكري، لو احنا كتبنا خالد شكري في محرك البحث بالظبط، لو احنا كتبنا خالد شكري بالظبط كده وعملنا بحث، فهيظهر معانا خالد شكري، وجابنا لنا الرقم بتاعه، جابنا الرقم بتاعه. لو احنا كتبنا خالد بس مش هيظهر. هنا بقى هنستفاد بلايك. ايه هي اللايك اللي هيستفاد بيه؟ اللايك بيقول لك لو كتبت كلمة خالد وموجود اي خالد حتى لو حرف اول حرفين منها، ها هيجيبهولي بصرف النظر ان اسمه خالد شكري ولا خالد عبد الحق. خلاص كده، يبقى دي كده افاده لايك، افاده لايك. طب كود اللايك ده كود اللايك هيضاف انهي خانه؟ كود اللايك هيضاف في نفس الخانه الموجود هنا في الاستعلاء، في الاستعلاء. نيجي هنا اهو كنترول سورس، كنترول سورس. طبعا هنعمل دريل بسيط كده عشان نقدر نجيب اللايك، اللايك من الخانه ديت اهو.
ثواني كده هنجيبها من خلال مكان آخر. ده ملف كنت انا عامله، موجود البرنامج ده موجود في القناة، ابحث عليه هتلاقيه ان شاء الله وتحمله. هنا بكتب كلمة لايك اهي وفتح ونسخ، بنضيفه هنا اللايك، نضيف اللايك هنا. طيب احنا هننقل الخانة الموجودة هنا اهو المكان ده، وهناخد اللايك ده كله ونضيفه هنا مكانها. تعال نشوف حصل ايه. هو كده كده ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو لو انت عايز تحد من هذا المثال. لو كتبنا هنا خالد بس فقط وعملنا بحث فجاب لي الاثنين خالد، صرف النظر بقى خالد شكري او شكري خالد، يعني لو جت في اول الكلام او في اخر الكلام. لو عملنا كلمة مصطفى هو مصطفى وحيد بس، لو جبنا كلمة اسماعيل تمام فجاب لي منير اسماعيل او اسماعيل محمد. طب معنى كده اللي هو يبحث باسمين؟ لا، يبحث باسم مين طبعا عادي زي ما هو. فهو ايه طالما يبحث باسمين خلاص يبقى يجيب لك ايه اسمين. وهنا ايضا لو عملت مسافات كبيره فايه هي دي النقطه اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده، اللي هو يقدر في كود اخر اللي هو لو انت كتبت المسافات وده يقدر يبحث لك برضك بنفس الاسمين تمام. بس ده افاده ايه لايك، بسيط جدا وسهل. وطبعا الملف ده هتحمله ولو بتاعه اسفل الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.